عسلامة. اليوم باش نحكيو شوية على لي بلانت سوفاج كوميستيبل، معناها نسميهم احنا الأعشاب الطفيلية ولا الحشيش اللي يتاكل. فما حشيش نجمو ناكلوه، ناس قبل كانوا يعرفوه وسميو كل نبتة شنيا. توا تمشي الفلاح تقول له هذيا شنيا، زعما يقول لك نعرف عليها تاعنا حشيش. ألوغ كو هي فما نباتات اللي هما يتاكلو، النباتات هذوكم فيهم منفعة كبيرة للبدن، خير من السلق والمعدنوس والسبناخ اللي نشريوه من المارشي واللي تي والواحد على خاطر هو مش مداوي وما فيش العقاقة ولا حتى شيء. اليوم باش نحكيو عن النبتة هذيا، هذيا بالسوري اسمها جايي غراتورون، جايي غراتورون نكتب لكم اسمها. تعمل اون توت بتيت فلور بلانش، شفتوا نورتها مصغرها مينيسكولا، هاي نورتها هكا باش نعرفوها. اغزروا لها مليح، دونك تبدا هكا طويله. ايتاج فيها 4 ورقات، ايتاج فيه 5 ورقات، ايتاج فيه 5 ورقات، هكا ايتاجات ايتاجات، كل ايتاج فيه شويه ورق. وبعد تبدا تعمل النوار. ونورمالمون هي لي بلانت سوفاج ماذا بينا ناكلوهم قبل ما ينوروا، خاطر قبل ما ينوروا شفت مصغرها النواره بيضاء. قبل ما ينوروا يبداو الوراق طريين و سي بلو توندر، دونك سي بلو ديليسيو. بعد كي تتلهي في النوار النبتة الورقة تولي ساعات فيها شوية مرارة ولا تولي قوية، ما طعمها قوي ولا كيفاش نعرفوها. آخر عندها خاصية أخرى، التيج متاحة ماهيش مدورة كيما التيج العادية، مربعة. باش نوريكم واحدة خشينة، هذه بالعربي نسميوه لسيق، لسيق ولا لسيق. شفتوا التيج هذه فيها من نفس ومن نفس ومن نفس ومن نفس مربعة، شفتوا؟ فوالا. وعندها خاصية أخرى كي تبدا بالغة هكا، هذه كبيرة مثلا، لكن هذه صغيرة. هذه شبعانة بالماء وجاية بلايصتها باهية، وهذه مسكنة إكسبوزي برشا للشمس ولا حاجة. هذه على خاطرها بالغة فيها هكا، نحسو احنا كي نمسو هكا نحسو فيها شوك هكا جوي. كيف نرميوها هكا على مريول مثلا تلصق هكا، علاش نسميوها لسيك؟ واحنا صغار كنا نرميوها هكا نلعبو بها، اللي تلصق فيه تلصق. شفتوا هذيك سي جايي غراتون، نجمو تلوجو عليه على الانترنت. سي اون بلانت كوميستيبل، شوفوا هي مكبرها، كي تمسها ديجا تحس اللصقان في اليدين، كي ترميها في على مريول ولا حاجه تلصق. فوالا توا اني نظفتهم. بيان سور سي دي بلانت سوفاج، باش نلقى معاهم دوطر بلانت سوفاج. لقيت مثلا هذيا، هذيا تعرفوها الناس الكل، الحريقه. ما نحيهاش بحريقه خاطر هي بيدها سي اون مين دور، كالحريقه هذيك بكلها منافع. وعملت لكم ديجا دي فيديو على الحريقه، ماذا بيا تمشيو تتفرجوا فيهم، حاجه مزيانه برشا. هذه الحريقه. لقيت زاده ورقه نتاع بيسانلي، هذه الجفاف، الجفاف يتاكل وصير منها اللي هي الجفاف، دونك خليها ما يسالش. باقي لقيت النبته هذه زاده، نبته معاهم اني ما نعرفهاش. الورقه نتاعها تشبه ياسر الورقه نتاع سفناريا، لكن ماهيش سفناريا بيان سور، خاطر مزرع حد سفناريا غادي. وما نعرفهاش، دونك جو لا كونسوم با. تنجم تكون باهيه وتتاكل كل شيء، لكن فين عندكم ان دوت؟ اذا كانكم ماكمش متاكدين من النبته اللي هي تتاكل، ما تقمروش وتاكلوها، على خاطر ساعات فما دي بلانت كي سون توكسيك، ساعات فما نباتات طفيليه. دونك هذه باش تمشي للكومبوست ولا نرميها ديريكتومون في الجردة تولي غبار مع لي بتيت غاسين اللي قصيتهم كل. وهذه اللي بقالي باش نمشي نغسلو وباش نعمل بيه اومليت. باش نغسلو جوست شوية ماء، نمشي شوية بغبرة حاجة هكا تغلق اللوطة. فوالا نقتلوهم شوية ونقطعوهم. فوالا قطعناهم سي بون. عندي حار عظام عربي
ونقلتهم هيا في الفلاكحة من غير ملح، ونحط لهم الجاي غاتخو يمكن برشا طهطو الحارة يدهي الزيت يكفي، ما حطيتش ملح على خاطر ديما نستعمل سيسيليان في التسكي اومليت و وحيد وطاجين وكل نحب القوم تاع سيسيليان، دونك باش نحط زوج مغارف سيسيليان مغارف نص سيسي على خاطر مع سيسيليان باش نزيد نحط شوية ليغوم لاكتو فيرمونتي يعني دابوستي قريب توفى مزال فيها شوية. هذايا سي دو شو شو روج وشو بلون كرنب كرنب مالح بطريقة اللاكتو فيرمونتاسيون باش نصبو زادا، دونك ما نحطش ملح نحط ملح باش تجيني لاتيف مالحة قشطة. فوالا فوالا الفوال سخنة شوية زيت زيتونة ne se perd, tout se récupère. Omelette jette obèse. J'en crois que ça va, barrage, barrage, qui m'a Brage tajine. Voilà. En principe, c'est bon. Et je vais faire un peu de trop cuite. Je vais faire un peu de taille de chez. Alors, je vais faire ça. Je vais faire un peu de شويه فيتامين سي. اي فوالا بون ابيتي ميدامز ميدام حتى ميسيو زيد. تري بون فيها الكالميشا اللي ما تعرفش برشا عليهم الكالي غراتون. دونك انا عندكم لو سيغ هذايا ولا لو سيغ ولا شنو اسمه بالعربي مسولي اسمه غاي غاتخون، كان عندكم في الجاردان تاعكم نبدا نضيف قصو وعملوا بيه اومليت، تنجمو زاد تحطوه في طاجين، تنجمو تستعملوه برشا استعمالات، تستعملوه في عود معدوس كوا حتى في شو اسمها في طبيخة ولا حاجة. اوكي متنساوش ابونيفو ما شان ونزلوا على بتيت كلوش بلو باش فين هبت فيديو جديدة ديكم نوتيفيكاسيون وتتفرجوا فيها بارتاجيو على المير متاعكم باش صحابكم زادا يستنفعوا من لي فيديو. ان شاء الله مرة اخرى نحكي لكم على النبتة هذي، هذي هي الفلور متاعها، النبتة اسمها لاسوج سوجا. فوالا توا هي كومونس افير دي فلور تو لي بوجون. باي باي.